السؤال الأول يقول: أعيش في كندا وأريد أن أغير اسمي بسبب تعرضي للعنصرية، هل في ذلك حرمة؟ وهل لو فعلت هذا وأنا متزوج هل لذلك من أثر على عقد الزواج؟ يلزمني تجديد عقد الزواج بالاسم الجديد مثلا؟ فالسؤال حول تغيير الاسم بسبب العنصرية وأثر ذلك على عقد الزواج. الجواب عن هذا: أولا، هل بلغت العنصرية حقا في كندا هذا المبلغ؟ إننا نعيش في الغرب منذ ما يزيد على ربع قرن، وعلى صلة مستمرة بالمراكز الإسلامية في أمريكا وفي كندا، ولم يبلغنا أن هذا الاستضعاف قد بلغ هذا المبلغ. وعلى كل حال، أيا كان الأمر، فإن الأمر فيما يتعلق بباب الأسماء واسع. ما لم يتضمن الاسم معنى شركيا كتعبيد لغير الله، الذي يحرم تعبيد الاسم لغير الله كعبد العزة وعبد الحسين وعبد المسيح. لكن هل يقف الاستضعاف عند حدود تغيير الاسم فقط، أم سيمتد ليشمل التحلل من التكاليف بإسقاط الواجبات والدخول في المحرمات؟ احذر يا عبد الله، دينك دينك، لحمك ودمك. تذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. على كل حال، هذه التراتيب الإدارية من تغيير الاسم أو بعض بيانات الهوية لا أثر لها على عقد الزواج القائم الصحيح، فلا يلزم إبرام عقد زواج جديد لهذا الاسم الجديد. والله تعالى أعلى وأعلم.